في الطعم رهيب. أدي 3 أكواب طحين، خاشوقة مالكين ملح، وخاشوقة خمرة بعد شوي، وخاشوقة شكل، وامزجهم. أدي هسه مي بارد ثلج، راح أضيف أول شي 1/2 كوب، وأحط بعد 1/2 كوب. شوفوا شلون صارت، هيك صارت مطاطية. وهسه أحط زيت وأعجنها. هسه طبعا هيك صارت، خليها تتخمر. هسه ورا ساعة راح أدهن هاي شوية بدهن، أحط شوية بيدي دهن وأعجن. هسه خليها ترتاح ساعة ثانية، طبعا نفرغها ونعجنها بهاي الطريقة لمدة 4 مرات، ونريحها بين كل مرة ساعة. أرش الطحين، هسه أحط العجينة، هسه أعجنها، هسه أقسمها 4 قطع. طبعا أرش عليهم شوية طحين وأغطيهم. هسه هاي ورا ربع ساعة، شوفوا شلون تفخن. راح أرش شوية طحين، أفتحها هالشكل، بعدين ألفها هيج. شوية طحين، شوفوا هسه رتبتهم بهاي الطريقة، ارتاحون ربع ساعة. هسه ارتاحن، فراح يا اما اطبخون بمي يا اما هيجي بالفرشة من فوق. بعدها هسه بس تشينا ونقصصن هيجي بهاي الطريقة. طبعا هسه الفرن حطيت به مي كاسة، وهسه على حرارة 200 وننتظر. وهسه هاي طلعتهن من الفرن، اوكي شوفوا شلون صارن. هسه نجرب نقصهن، هسه نجربه، الطعم رهيب.